طلعتنا الصحفية والمذيعة مي العيدان الكويتية، واللي أيضا بتوصف نفسها بأنه هي ناقدة ومعدة برامج، في نقد مثير جدا للجدل حول اللباس يلي ارتدته الفنانة الكبيرة المصرية إلهام شاهين في مهرجان القاهرة مؤخرا. هالنقد كان أكثر من نقد، كان نقد حاد لاذع مثير للجدل، والمقصود فيه أيضا هو إثارة الجدل بإطلاق هكذا عبارات أو هكذا نقد، حتى يكون هالكلام محط يتوقف عليه عند البعض ويقول شو عم بيصير، وبالتالي بيكون الشخص المتفوه فيه عم بيحط نفسه بمكان أو بمكان آخر غير المألوف، حتى مثل ما قلنا يثير للجدل. على ما يبدو إثارة الجدل إن كان باللباس أو بالكلام صاير ترند، ولكن يلي سمعني منه نقد، يلي سمعني كلام غير مقبول بالمطلق. في أي شخص ينتقد مشروع للي بيشتغلوا بمجال الإعلام، والمتخصصين ينتقدوا، وهذا بيكون نقد بناء لأنه بيكونوا عارفين شو عم ينتقدوا، عارفين جملة وتفصيلا كيف يوجهوا نقدهم. فينا نقول أكثر الكلمات قساوة ولكن بطريقة ما تجرح الآخر. ممنوع عند لما نوجه نقد للآخرين نكون عم نجرح فيهم، طالما في تجريح يعني صرنا بدوامة التنمر، والتنمر والتجريح شيئين ما حدا بيرضى فيهم نهائيا. يعني لو الصحفية اللي أيضا هي ما بتعرف عن نفسها بأنها مذيعة ومعدة وناقدة مي العيدان الكويتية بتقبل حدا يتوجه لها بنفس الكلام وبنفس أسلوب الكلام يلي هي وجهته للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، إذا هي بترضى ساعتها بدنا نفتش بألف باء المهنة، خاصة مهنة النقد والتوجه للآخرين خاصة المشاهير. لما نوقف عند الكلام منوقف عند كلمات ما حدا بيرضى يسمعها، ويمكن في كتير مثلي ومثل المتابعين ما بيرضوا حتى يكرروها بينهم وبين نفسهم. فمثلا مش مقبول نسمع من ناقدي تقول احترمي عمرك ترى مش باقي الكثير. ما بعرف كيف ممكن أي إنسان يقول للآخر ما باقي من عمرك الكتير. ما بفهم على أي طريقة نقد عم تتوجه للآخرين، شو المقصود من هالنقد؟ في شي حي بينطر حي؟ يمكن بكرة، يمكن حتى مي العيدان، يمكن طفل صغير تكون آخرته قبل الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والله يعطي العمر والصحة للجميع. لذلك مش مقبولة هالجملة، طفل صغير ما بيتفوه فيها، فكيف بناقدة فنية عم تتوجه بهيك كلام؟ كمان في ملاحظة لجملة تانية وردت يلي بتقلها فيها يلي قالك سكسي كان عم يضحك عليكي. ما فهمت شو المقصود من هالكلام، ليش بده يقول لشخص بالغ انه حدا عم بيضحك عليكي؟ فيك تقلي لا كان الاختيار غير مناسب، ولكن التجريح بقدرات الاخر لاستيعاب الفكره. يعني الفنانه الكبيره الهام شاهين اجا حدا يضحك علي قال لها كلمتين تضحك عليهم، هيدا الكلام مرفوض رفضا باتا، هيدا كلام شخص غير بالغ وغير مدرك لحيثيات كلامه. كمان في جملة كتير فينا نتوقف عندها، صورة تثير الشفقة. ما فهمت شفقة شو؟ على شو بده يثير عندك الشفقة؟ ما فهمت ليش بده يكون نهاية خطابة احتشمي يولية؟ احتشمي يولية هالجملة يلي معيب نفكر فيها تجاه أي حدا، كيف ممكن نطلقها لفنانة إلى تاريخ كبير بمجال الفن والعالم والإبداع بالعالم العربي؟ بكل الأحوال في شيء اسمه لكل مقام مقال، وفي شيء اسمه بعرفنا الاجتماع العربي الأصيل والخليجي تحديدا بما يعرف فيه إنه منحترم الأكبر منا بالعمر، منحترم الأكبر منا بالتجربة الفنية والإنسانية، منحترم يلي أكتر منا عنده خبراته بالمجال يلي عم نشتغل فيه أو بأي مجال. فبالتالي شوية احترام مع النقد يلي عم نوجهه هو المطلوب عند أي شخص بده يشتغل بمجال النقد. النقد لما يكون عم بيجرح، النقد لما يكون عم بيأذي الآخرين، بطل نقد، صار كلام غير مسؤول غير واعي عم بيتم إطلاقه على الملأ.
عادة كل إنسان لازم يكون في عنده ضبط للي بده يقول فيه، بده يكون في عنده إذا بدكم مراقبة ذاتية على اللي بيتوفوه فيه. في بعض الأشخاص عم تفلت منهم قصة الانضباط الشخصي والمراقبة الشخصية، لذلك بتمنى من القيمين على أي حدا بيشتغل بأي مؤسسة إعلامية يكون هو أيضا آلات ضبط للعاملين فيه، يكون في محاسبة، يكون من الإدارات اللي عم تشتغل فيها في محاسبة بأي حق بيتفوه الإنسان بهالكلام، في قصد النقد يلي هو فعلا منه نقد، لأنه لما يكون في تجريح بيكون في عنا مس بالكرامات، بيكون في عنا شيء اسمه تنمر، وهيدا ما حدا بيرضى بالمطلق. اللي سمعناه من مي العيدان كان ببساطة عبارة عن فكرة واحدة بتقول انه هي عم توجه نقد لاختيار الفنانة المصرية إلهام شاهين لفستانة يلي ارتدته بمهرجان القاهرة. هيدا هو ببساطة كان فيها تركز سهامة على هالنقطة، وبالتالي منبتعد عن كل شيء قامت فيه، مع العلم انه العالم لما سمعت هالنقد يلي طلع منها يمكن غفرت للفنانة إلهام شاهين سوء اختيارها حسب ما البعض بيشوف للفستان يلي ارتدته. لذلك يلي بده يوجه نقد لازم يكون موضوعي، يعرف عشو عم ينتقد، يبتعد عن الشخصني ويركز على الهدف اللي عنده. الفستان بحسب ما شافت غير مقبول، بتركز انه الفستان غير مقبول، ولكن انه نطلق احكام شخصية على الاخرين هيدا مش مقبول، وهيدا بشكل او باخر بيخلي الناس تتعاطف مع الفنانة إلهام شاهين بشكل كلي ضد التهكم وكسر الحرمات بالكلام اللي توهت فيه مي العيدان.